جزاكم الله خيرا، وضحوا لنا فضل سورة ياسين. ورد في فضائلها حديث ذكرها الحافظ ابن كثير في بداية تفسير هذه السورة، فليراجعها السائل، وهي سورة عظيمة. طيب. ومن جملة ما ورد فيها أنها تقرأ على المحتضرين. أنها تقرأ على المحتضرين عند الموت. نعم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، بعض الناس لا يفرق بين المحتضر والمتوفى، إذ يقرؤونها حتى على الميت في قبره أو لو كان في بيته لكن بعد وفاته، فهل لكم من كلمة يحفظكم الله؟ قراءتها على الميت بعد وفاته على جنازته أو على قبره هذه القراءة من البدع المحدثة، لأنها لم يرد بها دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بدعة ولا ينتفع بها الميت. أما القراءة على المحتضر ففيها فائدة له، أنها تذكره بالنطق بالشهادة وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، أو يستفيد من سماع القرآن عنده، خلاف الميت فإنه لا يستفيد من قراءة القرآن لأنه ميت. نعم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، بعض الناس لا يفهم معنى كلمة المحتضر، هل تتفضلون بتوضيحها؟ المحتضر هو الذي حضرت ملائكة الموت لقبض روحه. حضرت ملائكة الموت لقبض روحه، هو من يقاسي من نزع الروح. هذا هو المحتضر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.